كان في مهجرين من بورسعيد هنا ايام الاعتداء على مصر في 67، وفي ناس في بورسعيد غاويين، يعني ايه هوايه بسيطه، يجي واحد كبير يديك قطعه عمله ويقول لك قطعه العمله دي هديه، وانت سنك صغير عندك 12 13 14 سنه، فطبعا بالنسبه لك دي اول حاجه تجي لك هديه وهي عمله، بدات تولد الهوايه. يعني أبو الصبحية أفطر وأنزل المحل هنا، عام 59 أخ ديالي مشاف رحلة مع أستاذة ديالو ديال التاريخ مدينة واليبي المعروفة، الكونة كانت مدينة ديال الرومان. واحد من الزملاء ديالو مشى كيجري عند الأستاذة وقال لها صبيحي راه جبر واحد العملة وراه دارها في جيبو. جات كتجري وقالت له راه نشوف العملة. المهم زعزعاتو في الليل، منين دخل الدار الوالد شافو مغير، قال له مالك؟ قال له بابا انا مالي والو. عيط لمي قال له ما تعطيهش العشاء حتى يقر اشنو دار. فعلا مشات الوالده عنده، قال له الاستاذه مني خدت لك العمله واش عطاتها لمحافظ المكان؟ قال له لا بابا. قال له كان خاصها تعطيها لمحافظ المكان، حيت هذيك العمله جزء من الحضاره المغربيه ما خصهاش تديها معاه. كيتفاجئ خاي وهو في الليسين، عيط له المدير البروفيزور، ملي وصل للبيرو البروفيزور كيجبر أستاذة ديال التاريخ والوالد، وهذيك الأستاذة وعدته بلي هذيك العملة خداتها باش درسها وردت العملة لخاي. منين ديك العملة منين دخلت لدارنا ولا كل شيء مهتم غير بديك العملة، غزالة عندها 2000 عام، فيها غيموس اي روميلوس تحت لا لوف. هاد القطعة رقم 342 ديال ويليام كازان، كتب عليها يعتقد بأنها أفضل وأجمل قطعة في المسكوكات الإسلامية، هي هذه. انا بشتغل في النظارات، النظارات اللي هي نظارات الكوبي، هي مهنه عاديه خالص، بنتظر رزقي في المحل هون، ولكن فتح النت وداخل شايف كل حاجه على مستوى العالم. تتواتر الافكار بقى، ممكن الواحد يقعد يكتب مشاركات، يجي له فكره جديده عن حاجة جديدة عايز يعملها، عايز يعمل مقارنة بين حاجة وبين حاجة، عايز يعمل مشكة حلوة تعمل فرقعة. رحت لباريس ودرست صحافة ودخلت لسلا وجلست في سلا وخدمت في الصيد السياحي. عام 85 أنا في المكتب ديالي في فاس، ودخل عندي انسبكتور ريجيونال غادي يشري كأس غادي يهديوه نهار الحد اللي غادي يفوز بواحد المباراة ديال الكرة الحديدية ديال البيتونك. ملي قرب المكتب ديالي كيشوف بلي تحت الجاجة ديال المكتب كاين أوراق نقدية، قال لي سي رشيد واش أنت جماع؟ اسكو تو اي كوليكسيونور؟ أول مرة كنحس بحال واحد الطرشة كوليكسيونور. أنا كوليكسيونور ما كنعرفش راسي أنا كوليكسيونور. مش أي حد يهوى العملة،
لازم يكون في مواصفات للإنسان اللي بيهوى العملة بتبقى مواصفات نادرة. يعني تجد مثلا في عنده ذكاء، لماح، فطن، لما يشوف قطعة عملة يقول لك قطعة العملة دي تاريخها ايه، تاريخها التاريخي. واحد بيدي الواحد قطعة عملة هدية، يبدأ الطفل دون يتعلق بالعملة، يبدأ يغواها، تكبر شوية بشوية من قطع لمجاميع صغيرة، يعني الفئات الصغيرة اللي هي من 5 ساغ لنص مليم. يعني أنا عن نفسي أول ما هويت العملة، هويت العملة المعدنيات. المعدنيات عمرها الافتراضي كبير، أكبر من الورقيات بكتير. جيت عند أمي وقلت لها ماما كنت خليته عام 65 في النقود، قالت لي كاين. ناضت مسكينة ومشت لشي مجر وجبدت داك النقود، ونهار الحد ديت معايا الحك للجمعية. مني حليته وشافوه كل شي بقى كيضحك عليا، هادو ماشي نقود. كيفاش ماشي نقود؟ هو دابا دخلتي للجمعيه خصك تقرا وتعلم، واول مدرسه هي 87 نقد العلوي اللي ضربوا من اخر القرن 19 الى اوائل القرن 20، فيهم 87 قطعه، وكاينه ورقه فيها جميع القطع، ملي كتشري وحده كتضرب عليها حتى تكمل ديك 87. واحد عرض علي قطعة ضرب مصر 1277 ضرب 4، ضرب 4 مصر 1277 بقطعة في منتهى الندرة، هي ما ضربش منها غير ضرب واحد بس في مصر، فكميتها قليلة. طبعا لما عرضها علي أنا طبعا مش عايز أبين له إن أنا محتاجها قوي، ما لو قلت له إن أنا محتاجها قوي طبعا هيذبحني. فحاولت على قدر الإمكان إن أنا إيه يعني أكنسل عملية إن أنا متلهف عليها علشان أحصل عليها، وفعلا حصلت عليها. لجأت لواحد الأستاذ عندنا في الجمعية، حتى هو عضو وكيجمع المسكوكات، هو اللي قرا لي أول دنانير شريت في الدار البيضاء عام 87 ولا 88. الدنانير هما هي السكة الذهبية، وكانوا دنانير خايبين ما فيهم ما يتشاف، ولكن كتولي اللهفة. الهواية مناظير، كل واحد له منظوره وله زاويته اللي بيغوى من خلالها. في واحد غاوي أخطاء، في واحد غاوي توقيعات، في واحد غاوي البريفكسات اللي هي اللي بالكود نمبر. طبعا هو أصعبهم الهواية بالكود، جمع بالكود نمبر،
زي ما بنقول نمبر دون بيشمل كل الهواية بالنسبة للبنك نوت وبالنسبة للعملة المساعدة، سواء عملة مصرية أو سواء عملة على مستوى العالم، الهواية بالكود شاملة. دوت طبعا الكود نمبر جي اتش اي جي كي ال ام ان او بي، من اول الاول الحروف لاخرها. هادو اوراق نقديه ديال المغرب استعملت حتى هي في اخر الحرب العالميه الثانيه، ومطبوعه في الدار البيضاء في 50 سنتيم فرنك وجوج فرنك. انت بتلاقي فيه حاجات جديده مش اي حد ياخد باله منها، ممكن تبقى معاك قطعه عمله في منتهى الخطوره كرقم او كامضه توقيع ما عندناش خلفيه عنها بالمره. وهفرجك حضرتك دلوقتي عملات قديمه انت ما تلتفتش ليها، وتفضل تلف قطعه العمله دي مع كذا واحد كتير، وبعدين تقع في ايد واحد يكتشف فيها بقى بعينه المتفحصه، يكتشف فيها انها قطعه عمله في منتهى الخطوره رقما مثلا، في ارقام جميله جدا في منتهى الجمال بالنسبه للعمله، ارقام ما حدش ياخد باله منها الا اللي غاوى عمله. وحاليا انا عندي مجموعه تقريبا كامله على المنطقه، كتبدا من 300 قبل المسيح الى محمد السادس. الواقعيات بالنسبة لي كانت مرحلة تانية، وعانيت فيها معاناة جامدة جدا علشان أعمل عليها كنترول بالنسبة للعملات المصرية. إذا كان ما عنديش عملات مصرية قديمة كتير، حاولت أعوض النقص اللي عندي في العملات الورقية بإن أعمل مجاميع حديثة للعملات البنكنوت المصري والعملة المساعدة المصرية. العملة المساعدة المصرية اللي هي الخمس ساغ والعشر ساغ، اللي هي الفئة الأقل من ربع جنيه. بيبقى أثناء طباعة الورق وأصله تحصل فيه بعض الأخطاء، فبيشال السيريال نمبر اللي فيه الخطأ ويتحط مكانه حاجة معمولة أوريدي بكود مختلف، كود نمبر مختلف خالص. الكود بتاع البنك نوت بيختلف من إصدار لإصدار، يعني الجنيه له إحلال غير الخمسة جنيه غير العشرة جنيه. طبعا كمجاميع صعبة، وناهيك طبعا عن الأرقام المتشابهة في العملات والأرقام الغدارية. وفي طريقة يعني تقول إيه، إن ما فيش في العملة حاجة جديدة أنت عليك تخترع الجديد. دي مجموعة أرقام متشابهة والفرق بين دي وبين دي 100 ورقة، يعني دي 3 تلاتات 4 أربعات، 3 وحايد 3 اتنينات، يعني 1 2 3 4. طبعا تجمعهم والحصول عليهم وترتيبهم بالشكل دون في منتهى الصعوبة. سميتها 20 ريال مخزاني فضة، هذه بها فرنسا جمعت كاع الريال الحسني والعزيزي والحافظي واليوسفي، كانوا الناس كيجيبوا الريالات ديالهم فضية، وكل على كل 20 ريال كيعطيوهم هذه الورقة، هذه مطبوعة عام 1910. طبعا
كل ما كانت الحالة حالة عالية يعني أنصغ، كل ما كانت طبعا أقيم وأغلى في السعر. يعني أنا بشتغل فيه بقالي النهاردة أزيد من 10 سنين مش عارف أكمله. جنيه اسمه مجموعة الأحلام، جنيه في منتهى الصعوبة، من رقم لام واحد للام 20 تعمل من كل بيرفيكس 1,000,000 قطعة. حضرتك شايف هنا ان انا مش كاملة، يعني 72 86 90 بدأ من اول 100 114 115 116 امشي فيها منظم. وهاد الأوراق النقدية ديال فرنسا في المغرب كلها فيها مآثر تاريخية ديال المغرب، يقدر نعبر النقود كيمكن لك تسارى المغرب والآثارات ديالهم. دي عملة إيرانية قديمة قيمة جدا، عملة تذكارية مصرية من العملات ذات التصميم العالي، فئة جنيه. مين دي الصورة؟ دي عبارة عن فتاة فرعونية توضع طفلها. في معلومة عن العملة يبقى أنت بتملك بتقتني عملة. مفيش معلومة خلاص، مفيش عملة. فهي المعلومة بالنسبة للعملة هي تساوي نص الهواية، ثلاث أرباع الهواية. اللي كيجمع النقود بحال اللي كنجمعهم انا، انت كتشوف كاع الكتب اللي كاينه هنا ما كاينش واحد اللي ما كيتطرقش للسكه. كاينه في هذا البيت كاينه تقريبا 1000 كتاب غير على السكه. اذا ملي كتوصل لواحد الحد، لواحد المرتبه في الجمع ديال النقود، كتولي كتهتم بالنقود وبالتاريخ، وكتولي عبر النقود كتصحح التاريخ المكتوب. أول مسكوب مكتوب فيه في الوسط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي الدائرة بسم الله ضرب هذا الدينار عام 78. ولكن ديك واخا ما مكتوباش دار السكه، معروف بلي داك الدينار مضروب في دمشق. طريقه الاستعمال كيتشد هكا وكيتصب النحاس هنا، كيتكب هنا، ومني كيبرد كيتحل وكيطيحوا. هي النقود الاسلاميه مشهوره في العالم، كيجمعها النصارى واليهود اللي كيهتموا بالتاريخ ديال العالم، والتنوع من الاسماء اللي كاينه في ديال الملوك وديال الدول. هذا أول دينار إسلامي مكتوب بالعربية، عهد عبد الملك بن مروان، مضروب في 78 ديال الهجرة في دمشق. هذا درهم حتى هو معروف غير واحد منه في العالم، هو هذا ديال هشام المؤيد، مضروب بأندلس مدينة فاس. فيه المجموعة النقدية الذهبية، هذا الكتاب كله فيه نقد واحد فضي. الدولة الوحيدة اللي كانت تنجز دراسات وكتطبع كتب على السكة الإسلامية بكثرة هي إسبانيا. العملة الفلسطينية عملة تعتبر شحيحة نسبة وتناسب إلى جميع عملات العالم. هي أعتقد أن العدو الصهيوني بيحاول أن هو يطمس الهوية الفلسطينية عن طريق تدمير العملة بتاعته. أن كل قطعة عملة فلسطينية سواء ورقية أو معدنية تعتبر وثيقة
ضد الكيان الصهيوني ان الارض دي ارض فلسطينيه، حتى وان كانت العمله الفلسطينيه مكتوبه بثلاث لغات الا ان اللغه العربيه هي السائده، وان هذا الوطن وطن فلسطيني محض. طبعا قبل وعد بلفور عمله فلسطينيه 1933 سنه 39 يعني وانت تتفرج على قطعة عملة تستحضر فكرة، الفكرة دي ممكن تعمل عليها تعمل عليها تعمل عليها بكرة الصبح مشاركة، تعمل انقلاب، تعمل مهرجان كبير على مستوى الأندية كلها. طبعا أفكار بتروض الواحد، يعني هو بيجمع العملة بيحاول يشترك فيها ويشرك الناس الموجودة في مواضيع تتولد من هواية العمر. بس طبعا مش أي حد يقدر يجمع مجموعة كاملة، صعبة جدا. وفي الفترات الزمنية اللي بتمر بالشعوب أو بالأمم ممكن يكون في ايه يعني فتره زمنيه نقول فيها ايه الادخار الفردي قليل. شاركت في معارض كثيره، درت الولايات المتحده، فرنسا، ايطاليا، المغرب، على الاقل جوج ثلاثه معارض في العام. عام 2002 بعت واحد الارض، ممكن نقول باللي فلوس ديك الارض هي اللي كونت هذه المجموعه اللي عندي دابا. حيت جمع سكه الى ما عندك شي كارني تشيك وبنك صحيح موراك راه عمرك ما غيمكن لك تجمع السكه، راه غير دابا الناس اللي كنجمعوا معاهم في الجمعيه كيقراو عبر نقود التاريخ وهذا، ولكن هي في نفس الوقت مهنة كيكملوا نهار الحد داك المرتب ديالهم الشهري، كيبيع اليوم نقد غدا جوج، واحد النهار كيكمل واحد المجموعة عاود كيبيعها. أنا ما كنعقلش على راسي كنبيع النقد. اي حد غاوي عمله على مستوى العالم لابد ويبقى عنده تذمر في البيت. ده راجل دون مضيع وقته كله في لم العمله، الراجل دون مضيع فلوسه كلها في لم العمله، اشكال الراجل دون حاطط العمله عندي في البيت، ده غير اللي محطوط مثلا في البنك. الحاجه اللي في البيت عامله اشكال، ده محطوطه مثلا اخده مكان، اخده حيز كذا كذا، ده انت بتضيع فيها وقت كتير. يعني عملة اتعرضت عليا ماش عندي ومعيش فلوس اشتريها، طبعا حسرة. الانسان عارف الهواية يعني ممكن تضيع في حالة واحدة بس، الحاجة هي اللي ممكن تفقد فيها الهواية كلية وتبيع الموجود تشحته. حاجة
هما الناس من كيشوفوني كيحسب لهم انا مدهون بالذهب. ولكن كيف قالت واحد الصديقة فرنسية، قالت لهم قالت رشيد اي ريش دارجون كي نا بلو كور، رشيد غاني بالفلوس اللي ما بقوش كيدوزو. يا حاجة في منتهى ال في منتهى الرقة وفي منتهى الشياكة، وتحس انك انت منعزل عن العالم تماما. الثروة هذه ما كتجريش انا في البال ديالي نهائيا. انا فين ما كنجبر شي نقد اللي عمري ما شفته ولا ما مكتوبش عليه، كيكون عندي عرس اسبوع جوج الاسابيع شهر. وهاد العرس شنو هو؟ هو ملي كنوري انا داك النقد للناس وكنقول لهم هاد الملك راه كان دار السكه ديالو، واشنو مكتوب في النقد ديالو؟ كاين النقود اللي كيفرحوا، كاين النقود اللي كيبكيو، كاين النقود اللي كيطيروا النعاس. الهواية علمتني، علمتني ان انا ما بيعش حاجة ماش عندي. ممكن ابيع، بس الحاجة اللي ماش عندي استحالة ان افرط فيها او ابيعها، لان اللي هي هواها ياخدها يحطها في مجموعته مش احسن مني، ولا هو غاوي عني، مش غاوي عني ولا عنده فكرة عن العملة عني، لا. فابيع حاجة ماش عندي صعب. في واحد يقول لك انا عندي، علمتني الهواية لا تقل لي شيئا ودعني أرى. أنت عندك كذا أشوفه أبقى عرفت أن أنت عندك كذا، إنما تقول لي أنا عندي. يعني حلمي انها تكون في استمراريه بعدي، يعني ليا طب، ليا حفيد يكون عنده الاستعداد ان هو ينمي هذه الهوايه. لو وصل لحاجه زي كده يبقى هو ده الحلم، ده حلمي بالنسبه للعمله، ان يكون في استمراريه بعدي، ان انا اعمل مجهود فيها، اعمل مجهود فيها ضخم جدا جدا، اعمل مجهود فوق طاقه، يعني فوق الطاقه. فعلشان المجهود دون ما ينمحيش لازم يكون في استمرارية.